فقراتنا الصباحية والعمل الإنساني. سالي صحيح زينب، مثل ما ذكرتي محطتنا الأخيرة اليوم بوقفة مع العمل التطوعي والإنساني، هذا العطاء المهم، وهي حملة تدريب شبابية بين جمعيتي سبل والوئام للكفيفات. أكيد رح نحكي عن أنشطة النادي الصيفي مع صفاء أبو حمدان عضو مجلس إدارة جمعية سبل، وعقاب نصر حلبي منسق أعمال جمعية سبل. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. هلا صباحك يا هلا. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. هلا خلينا نحكي أول شيء عن التعاون بين الجمعيتين، وخاصة يعني كيف تم التنسيق وبدأت الفكرة. يسعد صباحكم دائما، شكرا كثير لكم على الإضاءة على هي الأشياء اللي عم نساويها نشاطاتنا بالجمعية. بعد فترة الكورونا حنقول لمسنا في حاجة كثير ملحة عند الشباب، سواء كان تدريب أونلاين أو على الواقع، التدريب الواقعي العملي. صار في عنا شيء جديد اليوم، لمسنا بحاجة باختصاصات كثير مفقودة بمجال عمل التدريب، فصار في تعاون مشترك بين جمعية الوئام للكفيفات وجمعيتنا سبل للتنمية المجتمعية بحملة تدريبية شبابية بتضم برامج تخصصية لأول مرة تقدم ضمن سوق العمل أو لأول مرة تقدم على مستوى سوريا. البرامج أكثرها كانت تخصصية بما يخص الفئات الخاصة بكافة فئاتها. في عنا شيء اليوم اسمه يسمى إعداد مدرب للتعامل مع الطفل المكفوف بلغة برايل. في عنا اليوم شيء بخص أطفال الصم، شيء يخص طفل التوحد، شيء يخص طفل الاضطراب الدي اتش دي، اضطراب متلازمة الداون. يعني كل شيء حيكون في كورسات تدريبية متخصصة لكل نوع من الإعاقة، بدراسة حيثيات الكاملة لهيدا الشيء اللي ممكن يتأهل المدرب ليتعامل مع هاي الإعاقة أو مع هاي الاضطراب. خلينا نقول هاي الشيء كان مثمر كتير، اجتهاد مثمر بين جمعية السبل والوئام، أعطانا نتائج كتير إيجابية ومميزة. حملة تدريبية مجانية للشباب هتستهدف إن شاء الله أعداد كتير كبيرة ومفتوحة الأعداد للجميع. هي البرامج اليوم عم نحس انه بعض الشباب بهن بحاجه لدخول سوق العمل لكن ما عندنا الخبره العمليه. نحن عم بيكون في عندنا تدريب عملي مع تدريب نظري مترافق طبعا سوا، حتى ننجز بمرحله كثير كبيره، حتى يدخل الشاب اليوم بعد ما يدخل بسوق العمل ما يصطدم باي عائق، حيدخل مباشره حتى يكون هو شخص جاهز ليتعامل مع اي نوع من انواع هي الاعاقات. نعم، يعني حننتقل لحضرتك صفاء لنحكي عن تقديم البرامج التخصصيه لاول مره كان على مستوى سوريا. قديش مهم هيك خطوه انه نحن نعملها، وخاصه بظل الظروف، يعني رغم جميع الظروف اللي نحن صحيح. بالنسبة لجمعية سبل، طبعا الجمعية مختصة لذوي الاحتياجات الخاصة أولا، بعدين عندنا نحن النوادي الصيفي اللي هي نوادي دمج مع الأطفال الطبيعيين. الأطفال الاحتياجات الخاصة بدهم كتير شغل، يعني مو مثل الأطفال الطبيعيين. نحن اختصاصنا أو أنا اختصاصي صعوبات تعلم، صعوبات التعلم بجمعية سبل أو بالمركز عندنا هو يقسم لقسمين، أطفال ما بعد سن الدراسة اللي هن صعوبات، والأطفال اللي قبل سن الدراسة اللي نحن بنقول عنه تأخر نمائي. فهدول الأطفال بدهم صبر وبدهم حب وبدهم حنان كتير. يعني الشغل معهم قد ما هو صعب قد ما هو ممتع. بالنسبة للنوادي الصيفية نحن حاولنا كتير ندمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مع أطفال طبيعيين، يعني تأهيلا لإلهم ليبلشوا دمج مع المجتمع. يعني نوادي الصيفية بتضم المسابح، بتضم عنا مسارح مسرح الطفل، بما انه هلا في يعني هالجائحه اللي اجت على البلد الله ينجينا منها، امين يا رب. فايضا عم نكتفي ب يعني اشغال بالنادي بالمركز، يعني عنا اشغال يدويه، عنا رسم تلوين، الأشياء اللي ممكن الطفل يستفيد منها. نشاطات متعددة للأطفال من كل يمكن، خلينا نقول الإصابات مو الإعاقات، لأنه دائما نتجنب هاي الكلمة عند الأطفال. عقاب خلينا نحكي شوي، يعني كنت عم تحكي عن كورسات تدريبية للشباب ليكونوا جاهزين بسوق العمل، هل من ضمن الكورسات ناس أكاديميين من التربية أو علم النفس حابين كانوا يجربوا هاي التجربة بشكل عملي أو يكونوا احتكاك مباشر مع الولاد؟ هلا اول شيء رح احكي عن الفئه المستهدفه، هي ما انا محصوره فقط بكل طلاب كليه التربيه، هي كل حدا وكل راغب
او كل ام او اب عندهم حاله حابين يتعرفوا اكثر على هذا المجال فهن حتى اللي عندهم حاله بالبيت عشان يستفيدوا بالتعامل معه، لانه نحن بنوصل لمرحله احيانا الاب او الام يمكن ما يكون عندهم قدره على التعامل مع الطفل، فالطفل شوي بينظلم، بصير العمل اكثر على الجلسات الفرديه خارج المنزل. لكن اذا بتتكاثف الجهود بالمنزل وبالمراكز التخصصيه بصير في عندي نتائج اسرع علاجيه، نتائج علاجيه اسرع للاطفال. هيدا الشيء بحالينا نعمل قفزه نوعيه بحياه الطفل. بالاضافه لهيك البرامج نحن عم نتقدم عنا اكيد اختصاصيين، مثلا عم ندرب طفل التوحد، اخصائيتنا ميسم الحصريه كانت معكم ضيفه نعم الايام ممكن. السابقه مثلا برامج كثيره تختص بتاهيل خاصة هلا عم نشوف عقاب، يمكن كثير من الاولاد عندهم صعوبات النطق والتعلم جداً. يعني عم نشهدها بشكل كثير كبير بالمجتمع نتيجة ظروف مرقنا فيها، نتيجة ظروف الحرب، يعني هدول الاطفال اللي ربوا بهي الثلاث اربع سنين الاخيرة كثير عم يتاخروا بالحكي تماما، وفي عندنا انتشار كثير للتاخر اللغوي اكثر شيء ولاضطراب الفقر البيئي او الفقر البيئي عند الاطفال. هذا الشيء عم بيسبب بصراحه حتى نقطه ضعف عند الاطفال بالتشخيص احيانا، يعني عم بصير عندي اختلاط بين التوحد بين التاخر اللغوي بين الفقر البيئي، يعني هيدا الشيء كله عم بيسبب تاخر عند الطفل، وللاسف نحن احيانا عم يدخلوا بطريقه علاج غير الشيء المناسب له، كونه نحن كل حاله هي خاصه واستثنائيه بحد ذاتها، فبحاجه نحن نصمم برنامج على قد الطفل. بدنا نقول شو المهارات اللي بيكتسبها، شو المهارات اللي بيحتاجها، نقاط القوة اللي رح عمر عليها ونقاط الضعف اللي لازم عالجها. نعم، يعني عدة أنشطة يمكن عم بتقوموا فيها ووضع برامج مطورة خلينا نقول عن ما سبق لنقدر نحقق النتيجة، ولا هي دائما هدفها سامي ونبيل. رح نرجع ننتقل لحضرتك صفاء لنحكي عن باقي أنشطة النادي الصيفي. مثل ما بنعرف نحن هلأ بفترة كورونا يمكن الأنشطة خفت نوعا ما نتيجة الظروف اللي عم نعيشها، ولكن دائما الأطفال بحاجة لفسحة لا يقدروا يتنفسوا فيها، سواء يعني كمان قعدوا ببيوتهم، عطلوا عن مدارسهم، سببوا ضغط نفسي لأهلهم ولحالهم، أنه صار عندهم ضغط نفسي بقدر الإمكان مع وسائل الحماية اللي حضرتكم أنتوا عم بتقوموا فيها. كيف منظمين ومنسقين أمور الأنشطة الصيفية؟ طبعا عنا بالمركز كل طفل طبعا ممنوع يفوت على المركز بحذائه، طبعا تعقيم تام، أدواته كل طفل له أدواته الخاصة فيه، كاسة المي اللي بده يشرب فيها، صحنه اللي بده يأكل فيه، طبعا كله بيتعقم وبيتنظف، غسيل الأيدي كل ربع ساعة أو نص ساعة، تباعد طاولة كرسي لوحده كل طفل، ممنوع يختلطوا مع بعض إلا إذا كان في لعبة جماعية، حتى اللعبة الجماعية لازم يكونوا في تباعد، يعني أقل شيء نص متر بين الطفل والطفل. أكيد. خليني أحكي لك عن عقاب، بعد هذه الكورسات التدريبية بجمعية سبل، هل ممكن تتعاونوا مع جمعيات أخرى لخلق هيك أفكار كتنمية مجتمعية خلينا نقول، وخاصة مثل ما قلنا في كتير من الحالات اللي عم نشهدها وعم تظهر عنا بالمجتمع بحاجة لحل سريع؟ رح انطلقنا بالحملة من شعار انتشر الأثر وتعددت السبل. نعم. فنحن حتما اليوم جاهزين للتعاون مع أي مكان آخر، مع أي جمعية، مع أي مؤسسة قادرة أنه تدعم وتعطي هيدول الشباب اللي نحن بحاجتهم وهن بحاجتنا دائما، إيد لحالة ما بتزقف، بحاجة نحن ندعم بعض وخاصة جهود المجتمع المدني والأهلي. الشيء اللي بيطلبوه اليوم ما له شيء مستحيل او الاشياء، لكن اليوم في عندي عائق انا الاجور العاليه يمكن تكون لبعض الكورسات اللي بمراكز التدريبيه او ببعض تمام. الاماكن، لما نحن اليوم نقدم شيء كثير احترافي لمجموعه كثير كبيره من الشباب بشكل مجاني بشكل كثير. هي مجانيه عقاب؟ اغلب الورشات عم تكون والدورات فيها شيء في الغالب عم تكون مجانيه تترافق مع تدريب عملي مباشر باحتكاك مع الطفل. هذا الشيء عم يكسب خبره كثير عاليه للمتدرب، عم بيحقق نتائج عاليه وخاصه لما بيحتك بالطفل. يعني نحن اليوم عم ناخذ نظري، لما بننزل على بصراحه على العملي كثير بيختلف الواقع، كثير بيختلف العمل تماما، بحاجه انه نحن نعدل نقوم نشوف الاخطاء. حتى الشخص اليوم يمكن هو بحاجه يأهل نفسه قبل ما يتأهل للاطفال، يعني كمدرب يتعامل مع ذوي الفئات الخاصه هو بحاجه يأهل نفسه قبل ما يأهل للاطفال، يعني من النفسيه، من التعاون، من الروح، من المحبه، العطاء اللي يكون عنده. من غير المعقول انا مثلا رح نحكي عن مثال بسيط انه انا يكون عندي كثير حساسيه من انه اذا طفل سال لعابه على ايدي انا بنقص دغري، هذا الشيء ابدا، لانه نحن معرضين بكل الفئات الخاصه لهي الحالات طبيعي. ممكن نتعرض لها اكيد. يعني مثل ما ذكرت لازم يكون الشخص او خلينا نقول الكوادر اللي هي عم تشتغل بهذا الموضوع هي بتعرف تفاصيل هذا الموضوع،
ما عندها يعني يكون نفسيتها متقبلة للطفل، الطفل أي تصرف بيصدر عنه هو تصرف عفوي ولا إرادي، وما يعني بدنا نكون نحن شوي هيك مرنين متقبلين مرنين. صفاء أيضا تحكي لنا كيف التفاعل خلال يعني هالفترة، كيف إقبال الأطفال الأهالي، الدعم يصير في دمج بين الأطفال بين بعضها، وإن شاء الله هيك بنحقق النتيجة إن شاء الله يا رب المطلوبة. أولا الطفل اللي عنده احتياجات خاصة وعنده تأخر نمائي أو لغوي لازم المدرب يكون شخص كتير صبور وعنده تقبل مثل ما ذكر الأستاذ عقاب، يعني أي تصرف بيتصرفه خارج عن إرادته، فلازم يكون المدرب ملم بهذا الموضوع قبل ما يدخل على هذا المجال. ومثل ما حكينا أنه الحب والتقبل هو أهم شيء بالتعامل مع هذول الأطفال، لأنه بس تحسي أنه هو بيقول لك أنا بحبك فهي بتسوى الدنيا كلها. وطبعا بس هو يحب المدرب أكيد رح يعطي مثل ما المدرب عم بيعطيه. نحن بنتمنى لكم التوفيق بهالكورسات التدريبيه، وبنتمنى تلاقوا نتائج كثير مهمه من ناحيه الاهل او المتدربين ومن ناحيه الفئه المستهدفه اللي هي الاولاد. شكرا لوجودكم معنا صفاء ابو حمدان عضو مجلس اداره جمعيه سبول، وعقاب نصر الحلبي منسق اعمال جمعيه سبول. شكرا لوجودكم. شكرا كثير لكم. شكرا لوجودكم معنا.